أسعد الله مساءكم بكل خير. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور 30 درجة مئوية متوقعة مع طقس غالبا صافي، الملموسة 28، الرطوبة 16%، أما سرعة الرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا. سكاكا فرصة زخات رعدين من الأمطار 40 ل 27، عرعر طقس مغبر 39 ل 26، متبوك أجواء غير مستقرة فرصة زخات رعدين من الأمطار 38 إلى 22. ننتقل الآن للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 42 إلى 28، مدينة جدة 41 إلى 31، مكة المكرمة 40 إلى 31، أما الطائف فرصة زخات رعدين من الأمطار 28 إلى 21. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا فرصة لزخات رعدين من الأمطار في كل من الباحة وأبها، تسجل الباحة 26 إلى 18، أبها 28 إلى 16، جازان 36 إلى 33. المنطقة الشرقية الدمام 40 إلى 25، الإحساء 43 إلى 25، حفر الباطن 42 إلى 28. بالنسبة للمنطقة الوسطى فرصة لزخات رعدين من الأمطار في كل من بريدة وحائل، حائل تسجل 38 إلى 23، بريدة 40 إلى 24، أما الرياض غيوم متفرقة مع 41 إلى 28. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.